مساء الخير، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده انا جاي اكلمكم عن يوم غير مجرى حياتي، 8 ديسمبر. بس قبل ما نتكلم في تفاصيل اليوم ده، خلينا ندردش مع بعض كده دردشه بسيطه. كم واحد حس قبل كده ان هو في عزله؟ كم واحد حس انه معزول عن اهله وعن صحابه، معزول في عالم خاص ليه؟ انت تعرف ان في عدد كبير جدا من الناس بيخشوا في عزله كل يوم؟ طب يعني ايه عزله؟ لغويا هي عدم وجود التواصل بين الشخص والناس اللي حواليه، وكذلك لها انواع، منها الايجابي والسلبي. الايجابي هو انك انت اللي تقرر انك تخش العزله، قرار من نفسك، ممكن علشان تخلص من ضغط، ممكن علشان تستجم شويه، عشان تقرر قرار مهم. المهم ان الناتج من العزله فهو ايجابي. اما السلبي فهو اصعب نوع من العزله، في الانسحاب بيكون بطريقه مباشره او غير مباشره، مش قادر تستمر، مش قادر تتواصل مع اللي حواليك، مش قادر انك حتى تمارس الروتين بتاعك كل يوم. في وصف ارمسترونج نوعي عن العزله قال: ابتعدنا عن البشر لا يعني كرها او تغيرا، العزله وطن، وطن للارواح المتعبه. وبوصفه ده بيخلينا نسال سؤال مهم جدا، هو ايه اللي يخلينا نعزل؟ او بمعنى اخر، ما القشه التي قسمت ظهر البحر؟ ومن هنا بنبتدي من البدايه. البدايه هي النقطه اللي بتخش فيها من العزله بدون اي ادراك من عقلك، هي النقطة اللي بتبتدي عندها حالتك النفسية تتضعف. طب ايه اسباب البداية دي؟ ايه اللي يخلينا نعزل؟ في الحقيقة هي اسباب لا تعد ولا تحصى، ولكن ممكن يكون من اهمهم احساسك بالفشل في حياتك الشخصية، العملية او حتى العاطفية، احساسك انك مقصر في حق نفسك وفي حق حاجة انت بتعملها، احساس صعب، صعب جدا، لان ضميرك بيكون هو العامل الاساسي للتعذيب وقتها، وكأنه بياخد الإذن من عقلك للاستفراد بيك. أما عن إحساس إنك غير مرغوب فيك من الطرف التاني اللي عشمك واللي رابطك بيه، اللي حسسك إنه ممكن يكون هو عوض في وقت إن هو محتاجه، وتكتشف إن هو اللي بيقطع الحبل ده لنفسه، إحساس ما يقدرش إن إحنا نوصفه إن هو صعب، لأنه إحساس مميت. ممكن تكون القشة المشاكل المعقدة اللي بنواجهها، اللي بتحسسنا باليأس، فقدان الشغف، الطاقة. ممكن تكون القشة فقداننا شخص عزيز علينا، شخص مات علينا مش مدرك ان هما خلاص فرقونا، زي مثلا انا فقدت والدي ووالدتي وانا لسه عندي يدوب 12 سنة وكله في شهر واحد. بس فعلا من اهم الاسباب اللي تخليك تنعزل هي فقدان الثقة بالبشر، بسبب اساليبهم، افعالهم، اللي منها ممكن يأذيك ويعقدك. البشر اللي فيه نوع ممكن يحسك في لحظة انك في سابع جنة، وبترقعة صباع يخليك تحس انك في سابع موت. استغل ثقتك فيه، عارف ان اللي بيعمله ده هيكون بيموتك، وانت قايل له انت لو عملت كده انت بتموتني، فحبيه يجرب. هل هتموت فعلا ولا بتكذب عليه؟ وده اللي حصل. انا مت من 8 ديسمبر بسبب ثقتي في نوع من البشر. ومن ساعتها قررت امشي بمقوله سيجمن فرويد الشهيره اللي بتقول: من يؤذيك مره قد يؤذيك 1000 مره. ودي اللي عرفتني ان ثقتي في البشر بعد كده هتبقى عمله نادره. قبل ما ندخل في العزله، مشاعر كتير قوي تبقى مسيطره علينا لمجرد ما القشة قفمت ظهرنا، مشاعر بتتحسف دقايق بس بتمر علينا في سنين. ساعات بنكون عايزين نجري لحد ونعيط له ونشتكي له، بس
على اساس ايه هتعيط وتشتكي له؟ الدحيح قال في حلقه من حلقاته حتى لما بنكون عايزين ننعزل بنقول لحد ان احنا ننعزل. طب على اساس ايه؟ على اساس ايه هتقول للشخص ده ان تتعزل؟ مين هو؟ وهنا بنوصل للفقره الثالثه، الخمسه سته اللي احنا منهم. تخيل معايا كده ان حياتك هي عباره عن اتوم، انت النيوكلس، كل قدامك اوربتس الكترونز، اوربتس والالكترونز والالكترونز بتوصف الناس اللي في حياتك، اوربتس مدى قربهم منك وبعضهم. اول حاجه بتشوفها قدامك هو مدار فيه الكترونين شخصيه. علماء النفس وصفوا المدار ده بانه مدار الثقه، هما فيه اكتر اتنين انت بتثق فيهم. ممكن يكون واحد بس. الاشخاص اللي لما بتحصل حاجه انت بتجري عليهم وتعيط وتشتكي، ولو في فرح بتفرح معاهم. بيليهم بقى اشخاص تانية في مراتب تانية وهكذا. اللي يفرق بينك وبينهم حواجز، ممكن يكون مدار الثقه نفسه، ممكن يكون مدارات تانية اكتر من مدار الثقه، ممكن يكون الخوف نفسه. لغايه ما نوصل لاخر مدار، اخر مدار اللي يعتبر هو حاله الوصل بينك وبين اللي حواليك كلهم. ناس بتخش حياتك وناس بتخرج، زي بالظبط ما الالكترون بيخش حياتك وبيخرج. وزي ما قلت قبل كده البشر انواع، في نوع هيروح يجري على حد ويقول له انه هينعزل، لكن النوع التاني ما بيلحقش يجري على حد ويقول له انه هينعزل، بيخش في العتمه على طول. مجرد وصوله للعتمه فهو كده على اعتاب الذروه هي اصعب فتره في العزله، فتره دمار شامل. مشاعر مسيطره عليك كل يوم بتصحى فيها انت من العزله، زي ايه مثلا؟ الوجع، الذنب، الندم، كسره النفس، فقدان الثقه في النفس. في الفتره دي اعماقك بتعيش واحده من اسوأ فتراتها، والسبب هو العقل. عقلك بيبدا يفكرك بكل المواقف اللي انت حاسس فيها نفس الاحساس اللي انت حاسه دلوقتي، بيعنبك على وضعك الحالي بمعنى اصح. خليني احكي لكم قصه بسيطه. لغايه سنه 2012 انا كنت عايش حياه طبيعيه جدا، طفل، اب وام، اخ واخت، هو الصغير الدلوعه، والدي بطبيعه شغله بنسافر فترات وبنرجع فترات. بس قبل اخر سفريه دي هو اكتشف ان والدي ووالدتي عندهم كانسر. اوكي، فانا ما كنتش مدرك كلمه كانسر وقتها، صغير، واحد عنده 12 سنه، ايه ده كده؟ بس اللي ادركته تلقائيا ان الرحله دي هتبقى مختلفه عن اللي فاتوا، لان دي هتبقى شغل وعلاج مش نزهه. سافرنا، قضينا مده شويه، رجعنا، ومجرد ما رجعنا بعدها بفتره صغيره والدتي توفت، ووالدي بعدها بحوالي اسبوعين ثلاثه هو كان راح. فبدل الصدمه بقوا اتنين، صدمتين يكسروا الظهر. الحمل بقى صعب على اخواتي، بس حاليا لو هنتكلم علينا بقى فانا عشت حياه صعبه على اي حد ان هو ممكن يكون عاشها في سنه، لان الحمل اللي بقى على طفل عنده 12 سنه مختلف عن الناس الكبار، ان هو الحمل بتاعه انه يوصل لابعد نقطه ممكن يوصل لها. تجعل والدته فخورين بيه في عالم تاني، بس الحلو ان الحمل بقى حلم. بين كل فتره والتانيه تيجي حاجه تكسر شويه الامل الفضلان دي، بس اقول الحمد لله. يلا، لغايه ما جت فتره الثانويه العامه، بعدها نفسيا كنت صفر. صفر بمعنى كلمة صفر، مش حمل أي صدمات تانية. لغاية ما في يوم القدر حب إن هو يلعب لعبته وحب يعلمني حاجة جديدة، بس المرة دي ما جاليش في هيئة إحنا متعودينها مواقف، لأ جالي في هيئة مختلفة. جالي في هيئة إنسان. طبيعي يعني، قوم امل تاني، قوم على رجلك حتى لو نص واقفه، طبيعي الواحد بيبقى فرحان.
وفي وسط ده انت بتسأل نفسك يا رب يعني هو انت فعلا جايب لي الشخص ده جايب لي عشان اقوم انا بتكسر بس راضي. انت ما بتستناش او ما بتردش اجابه فرحه بتبقى مسيطره عليك لدرجه اللي هو بتقول هوب يا سناره مستل ايه وده بس النار اللي عملت بيجي بقى تتبعات بقى ثقه ابني امل ابني عشم ابني. باي ذا واي انا اللي عرفني قبلها كانش يعرف ان انا بثق في حد اساسا ثقتي كان قليله قوي والدليل ان ما كانش حد عنده اكتر من مفتاحين عن الشخصيه اللي بتتكلم دي من 10 مفاتيح زي ما علماء النفس قرروا ان هم يحللوا الشخصيات بال 10 مفاتيح دول. بس جه الشخص اللي خد 10 مفاتيح عارف نقط قوتي عارف نقط ضعفي عارف يموتني ازاي عارف ازاي العب بمشاعري عارف ازاي ان هو يخليني اثق فيه ونمسك قوي بقى في ايه عارف يموتني ازاي لانه حب يعملها بابشع طرق واللي كنت فاكره عوض طلع عادي بس انا اتعلم حاجه جديده. طبعا الفتره دي كانت صعبه كسرت كسره صعبه جدا من ضمن الكومنتس اللي كانت بتتقال لي في الفتره دي اللي هو معلش يعني اعتذر لنا بس انت كان رجلك والقبر يعني انت احنا كنا شايفين واحد ميت كانش ينفع ان هو يفضل على الحال ده. حتى حد من مدار الثقه قال لي قبل كده اللي هو انت لو وقعت خلاص مالكش قومه انا قومتك كتير بس المره دي متاكد انت مش هتقوم. نرجع لموضوعنا في ظل العتمه اعماقك مش بتستحمل كميه اللوم الملقى عليها من العقل هنا بينشا صراع بين العقل والاعماق صراع صوته عالي بيدور جواك بس انت عاجز عن وصفه صراع بسبب صوته عمال يخنقك حبه بحبه بحبه لغايه ما انت خلاص مش قادر لازم تخرجه من جواك لازم تلاقي له حل. طب انا لو خرجته من جواك هخرجه ازاي؟ هخرجه في صورتين. من هنا بنوصل للفقره الجايه اللي كان مقفول الطريقه اللي هتخرج بيها الصراع ده من جواك. انا عن نفسي من كتر ما انا ما كنتش مستحمل الصراع حاولت ان اوصفه على ورق مع اني كنت بطلت كتابه من سنين. وصفت صراع التاني التالت الرابع حاولت اكون صوره اللي انا عايش فيه عن طريق ان انا اربطهم ببعض حاولت اخلق تفاصيل توازي الصراع ده لقيت نفسي اني بدات اكتب تاني الموهبه المدفونه طلعت من التراب. واكتشفت ان الموهبه دي ووصف الصراعات عن طريق الموهبه اني لقيت النور في الطريق. كتبت قصه كانت هي قارب النجاه ليا من العزله في اعماق الاخصام. قصه اساسها صراعات محبوكه في صيغه مواقف. بس هنا بنستقى ونقول سؤال مهم جدا هو هل دي الطريقه الوحيده اللي انا اخرج بيها من الصراع؟ دي الطريقه الوحيده اللي انا اوصل فيها للسلام النفسي؟ اوصفها اللي جوايا وخلاص؟ والله في طريقه تانية بس تستحمل صعب. اسمح لي اقول لك ان انت محتاج قلم على وشك. قلم يفوقك من مدار الثقه. كل اللي بيجيب من الاخر رغم صعوبته. وصعوبته بتكمن ان القلم لما يجي هيجي في مصلحه مين؟ العقل ولا الاعماق؟ هتتقبل الحل ولا هترفض الاعتراف بيه؟ هترضى بالامر الواقع ولا هترفض؟ وهنا بقى بتكمن صعوبته. في حالة تالت ومش عيب ان احنا نقول انت ممكن تكون محتاج ان انت تروح لدكتور نفسي. انت خلاص ما بقتش قادر ان انت تساعد نفسك دور على اللي يساعدك سواء بالطريقه الاولى او بالطريقه الثانيه او بالطريقه الثالثه. في الاخر هتوصل لمرحله السلام النفسي. انا عن نفسي ما كانش محققه معايا ولا الطريقه الاولى لوحدها ولا الطريقه الثانيه لوحدها كنت محتاج الاثنين مع بعض. بس في وسط وصف الصراعات في جملة قالها سيجمون فرويد كانت مش راضية تفاجئ خيالي وهي المضاد الفعال للتفكير زائد هو أن لا يكون لديك وقت فراغ لتفكر. ولقيت أني بعمل ده فعلا بس بطريقتي هنا الموهبة المدفونة من سنين اللي أنا كنت بفانا وركانا على جنب دلوقتي بقى ليها لازم قادر. بس لما وصفت الصراع انا نجحت قدام نفسي اني اوصف حاجه الناس كلها عاجزه عن وصفها.
نجحت. قبل ما انجح تاني لما خرج القصه والناس تستغرب ازاي شخص كان في عزله بيكتب قصه بالحجم ده. ومن هنا استنتجوا ان ناتج العزله عندهم غير ناتج العزله عندي، وبقى في ناتج للعزله جديد، النجاح. الصراع اللي كان عامل لي صداع انا نجحت في وصفه، ومجرد ما وصفته كانك بالظبط كده خدت عقلك وخرجت عملت له ريستارت من الدوشه ورحت ندخله تاني، هيبدا تلقائيا يحل كل الدوشه دي واحده 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 لغايه ما تحس انت قادر تاخد نفسك، قادر تقرر قرار صح، تقول ده صح وده غلط. عقلك بقى قادر ياخد نفسه. مجرد انت وصلت ان انت قادر تاخد نفسك فاسمح لي ارحب بيك، انت وصلت مرحله السلام النفسي. ما بعد العزله؟ ايه بقى اللي بعد العزله؟ هنعمل ايه؟ اللي اتعلمته. انت بتقعد مع نفسك ولازم تفكر ايه اللي انا اتعلمته طول الفتره دي؟ تفضل تشوف اتعلمت 1 2 3، حاول تفكر اكتر من مره عشان تطلع فعلا باللي انت اتعلمته. انا عن نفسي عشان نكون صريح مع بعض اتعلمت حاجات كتير، بس لو قعدنا نسيبهم هنا مش هنخلص، فهقول من اهمهم ان كل اللي انا كنت فيه ده كان حاله اكتئاب. الاكتئاب عامه هو كانه بالظبط بيغرس عقلك في شويه افكار انت مش قادر تقاوم، افكار كلها باطل فباطل هو السبب فيها. فانت مجرد ما عرفت تقاوم الافكار دي وتقنعه فعلا ان الافكار دي مش صح، انت معاك الوقت ان انت تخرج منه لحد، وكانه بالظبط معاك مفتاح لحاله الاكتئاب اللي انت فيها، معاك الحل خلاص. الحاجة التانية ان مش دايما ناتج العزلة سلبي، ما طلعت من اي جهة. طيب اكتشفت اني لازم ارجع واقسم الناس اللي في حياتي، لازم ادي كل واحد حقه. في ناس ان ما كنتش متصور خالص ان هم لهم قربوا بدأوا يساعدوا بدون المقابل، مش لمجرد ان حتى ان انت صعبان عليهم، لا اطلاقا. بعدها بتبدأ بقى ان انت تشتغل وتشوف اللي وراك. الحياة عاملة زي العجلة، عمرها ما هتقف عشان حد. الطالب هيبدأ يشتغل عشان يكمل دراسته، هيبدأ يشتغل عشان هيتعيش. بس في وسط ما انت بقى بتحاول تظهر تاني، فانت كأنك بالظبط بتطلع من القاع توصل للقمة، واقف على رجليك. ومادام طلعت من القاع للقمة فانت عملت اعظم كومباك ليك انت شخصيا. مجرد ان انت عملت الكومباك ده لازم تكون فخور بنفسك. محدش بيقدر ان هو يقع من 7 سماء ل7 نار ويرجع تاني يقف على رجليه. شكرا جدا، اتمنى ان اكون فدتكم بتجربتي وكلامي يكون مفيد لكم في وقت معين، والى اللقاء.